احنا واقفين منتظرين المترو تقريبا بيجي كل 4 دقايق. احنا يعني احنا نازلين كان اول واحد معدي مستنينا 3 دقايق، والدقيقة الرابعة اهوت في مترو جاي من بعيد هناك اهو. يعني لغاية دلوقتي كل حاجة منظمة، وهنا خريطة المترو فوق يعرفك هتركب فين وهتنزل فين. دي محطة المترو اللي موجودة في المطار، تنزل مطار جوانزو وتركب المترو أو تركب الباص أو تركب التاكسي. بس طبعا عشان الفندق بتاعنا جنب المترو فاحنا قررنا ناخد المترو يعني. وخلاص المترو جاي اهوت هنشوف. بس كويس جدا موضوع الباب الإزاز ده عشان محدش يعني. طبعا دي اول محطة فالمترو فاضي خالص يعني. كده ركبنا